زي ما قلت لحضرتك قبل ما نبتدي هنا، هو احنا عارفين اللي حصل قبل، يعني السنين اللي مضت قبل ما احنا نوصل، و we understand everything that happened before today. What I can say, and I'll just say it on the record here, is that the commissioner at the moment, Mr. Belmar, and I'm the chief of investigations, are very committed to treat people fairly and to investigate this murder and other matters that we're investigating fairly. But we're very, very committed to resolving the crime. We have a mostly new team of investigators, so there is perhaps a new approach to the investigation. You've heard some concerns about what's happened in the past, and I will convey those concerns to Mr. Belmar at your request. I'm happy to do that. The main purpose of today that we'd like to, and thank you for signing the document, just to document the fact that we are here at your request. Okay. مسألة إنه أنا يعني من اعتقلت من 3 سنوات ونصف، كل ما عندي في ذلك الزمان موجود عندكم في تحقيقات، في تحقيقات اللجنة موجود عندكم كل شيء في تحقيقات اللجنة، أرجو أن تطلعوا عليه كل هيدا. وفي حال وجدتم في هذه التحقيقات أشياء جديرة بالسؤال عنها، أنا مستعد في أي زمان ومكان، سواء كنت هنا أو حرا في الخارج أو في لبنان وأنتم خارج لبنان، لا مانع عندي تتصلون بي، أنا بتصرف التحقيق دائما كما كنت منذ الأساس. شكرا. هذا بالنسبة، وبنفس الوقت لست هنا للمقايضة بشيء، لكن من بعد ما وليس عندي شيء على الاستجواب الماضي أضيفه عندكم، سوى أنه تابعت خلال الفترة الحالية من خلال الصحف اللبنانية ومن خلال وسائل الإعلام كل القضايا التي كانت تطال اللجنة تتحدث عن تحقيقات اللجنة، تتحدث عن تحقيق عن الشبكات التي جرى اعتقالها بالنسبة في جرائم الأصولية والتطورات الأخيرة، وقرأت في تقارير السيد بلمار أن لديه توجهات جديدة في التحقيق وأنه يتعمق في مختلف الاتجاهات، وكوني أعاني من أن التحقيق الذي بدأ معي بدأ اعتبارا من فكرة ثابتة استندت على كلام زهير الصديق ومقال من جريدة السياسة الكويتية واتهامات سياسية جرت في الفترة الأولى في لبنان، فأنني أرى أن الواقع الجديد الذي بدأ منذ برامبس والذي استكمل مع بلمار يعطي أفقا جديدا قد يسمح لي بمساعدتكم. إذا رغبتم لست أعرض شيئا محددا من قبلي، ولكن أقول أن مكاني ليس هنا، أنا مكاني إلى جانبكم وليس على طريقة جرهر لمن ولا ملس ولا على طريقة أعطينا ضحية وإلا ستكون أنت أو قايد مركز معين موعود فيه مقابل الكلام كذبة أو ضحية، ولست في وارد أن أقوم بهذا الشيء. حبيت أن أوضح الموضوع أيضا. هل أتمنى منكم أسئلة محددة إذا وجدت، إذا لم توجد ما موجود عندي أنا اليوم فيما يختص متابعتي للتحقيق هو شيء أساسي لفت نظري، ولا أقدمه لكم من باب أنه لصرفكم عن احتمالات أخرى في التحقيق تتناول مسارات أخرى. كل المسألة أنتم هذا يعود لكم كيف تحققون ومع من، ولكن لفت نظري شيء ما في الصحف اشتغلت عليه منذ أكثر من سنة ونصف، وطلبت مواجهة اللجنة في حين ذاك ولم يقبل أحد، قالوا لي ليس لدينا شيء يعني بالهيدا، ولم أحصل على أجر. اليوم أنتم تحضرون ولا يزال هذا العمل الذي حضرته منذ سنة وشوي، خاصة ما يتعلق بمجموعة 13 الأصولية، لأنه أنا أرى في هذا فيما ورد في هذا قلام الصحف محاضر كاملة، استطعت أن أحصل من الصحيفة على ديسك بهذه المحاضر وأرسلته لكم رسميا إلى اللجنة في ذلك الزمان. هذا الديسك موجود عندكم. أعتقد أن قراءة افتقار اللجنة إلى رعيل لبناني مع كل احترام للقضاء والأمن في لبنان، ولكن الرعيل الذي إلى جانبكم سواء في القضاء الممثل بميرزا وقاضي التحقيق أو الممثل بالفرع المعلومات تبع قوى الأمن الداخلي،
هو رعيل يخضع لاعتبارات سياسية، ومن بداية التحقيق اشتغل على هذا الأساس، وبالتالي ليس له مصلحة أن يدلكم على الاتجاهات الأخرى. كلما طرأ شيء ليس له مصلحة، وهذا معروف في لبنان، ليس سرا على أحد، ولدي شواهد عديدة عليه. وبالتالي أنا أقول ابقوا على كل الاتجاهات، ولكن الصدفة أدت إلى أنه بين يدي أشياء معينة سأعطيكم إياها لتقرؤوها على طريقتكم. أعذرني على الخط. أخذت بعين الاعتبار مجموعة الأصولية 13 القاعدة، والتي يتمحور التحقيق فيها حول ظروف عمل هذه المجموعة بين سوريا ولبنان، وارتباط عناصر أساسية فيها بأحمد أبو عدس، والذي أظن أنه يعني إذا أمكن البحث عن جزء ما يتعلق بمصيره أو بمصير غيره، قد يمكن الوصول إلى أساس للانطلاق بالتحقيق، بالإضافة للعوامل المادية التي حصلتم عليها من مسرح الجريمة وتحقيقاتكم الأخرى. هذا أرجع أؤكد من جديد أن هذا لا يعني أنني أريد أن يتجه التحقيق إلى اتجاه محايد، فلتبقى اتهاماتكم قائمة لكل الاتجاه. ولكن ما تيسر لي منذ سنة وأكثر قليلة، كنت مشتاق أن أرسله لكم، مع الأسف لم يحصل لأنه يقتضي شرحا مني. هذه الجلسة لا تسمح بشرح مستفيض، ولكن أنا أريد إذا أردتم أن أسلمكم ما ليس عندي شو اسم، لأني وضعت بعض الأقوال ومقابلها بعض الأسئلة التي أراها ضرورية. أنا مقتنع أن هذه المجموعة، أنا مقتنع من خلال هذا التحليل ومن خلال الوقائع داخله، لديها شيء ما هام يتعلق بمسألة أبو عدس، وأخفت هذه المجموعة الأشخاص المباشرين الذين ارتبطوا بأحمد أبو عدس. هذه وقائع من التحقيق. وأنا مقتنع من جهة ثانية أنه حصل خلل في التحقيق في الشكل وفي المضمون بين القضاء اللبناني والأمن اللبناني، ثم لاحقا بالهيدا في خضم التراجعات والأسئلة والأجوبة، أسئلة إيحائية وغيرها، جعلت أن هذه المجموعة الأساسيين فيها اعترفوا بأشياء أساسية، وثبتها التحقيق على إطار الوقائع التي يملكها، ثم فجأة حصل التراجع، ثم أن خلافا للقانون اللبناني قبض على هذه المجموعة في مطلع العام 2006، واعترفت فورا في ذلك الزمان بأنها اشتركت في جريمة الاغتيال تخطيطا وتنفيذا وقضية أبو عدس. ولكن هذا التحقيق بدل أن يرسل مباشرة حسب القانون، مجرد أن توقف شخصا ما ويوجد قاضي تحقيق في قضية ما، يجب أن يذهب الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق المعني. بقي هذا الموضوع 11 شهرا للتداول بين الأمن وبين مدعام التمييز، بل وأكثر من ذلك، في منتصف التحقيق أعطى مدعام التمييز أمره بفصل التحقيق قسمين للضابطة العدلية، للضباط وليس لقاضي، للفصل بين الجرائم الإرهابية الصرفة المتعلقة بالسلاح والجهاد في العراق وغيرها من الأمور، وبين جريمة الاغتيال في هذا الموضوع. يعني عدا عن شغلي، صدف مرة أنني كنت عند قاضي التحقيق الياس عيد على ما أذكر، وتبين لي هناك أن مدعي عام التمييز يستدعي عناصر المجموعة إفراديا إلى مكتبه، يختلي بهم هناك، يتحاور معهم بالموضوع، يعيدهم إلى السجن هنا، خلافا لما فعله بكل شهود الزور السابقين مثل زهير الصديق وغيره، حيث لم يكلف نفسه إلا أنه نقلهم ترانزيت من عنده إلى اللجنة الدولية. هؤلاء مروا إلى مكتبه، وهذه واقعة مثبوتة، خلال شهر، كان ذلك خلال شهر تشرين الأول 2006. وبإمكانكم أن تسألوا القاضي الياس عيد إذا كان احتج أم لا، لماذا بقي هذا التحقيق خارجه لمدة 11 شهر. هذه كلها أمور في الشكل، أما في المضمون فهو أخطر بكثير. هنالك عدا عن التراجعات الموجودة هنا والتراجعات الغير مبررة، ولكن هنالك شيء أساسي، أن في هذا التحقيق إقرار لا تراجع بأنه صدرت أوامر من قائد المجموعة نفذها عناصر المجموعة، بإخفاء عناصر خالد طه وغيره من المرتبطين بأحمد أبو عدس ومن الذين أخفوه ب15 كانون 2000،
أخفاهم في مخيم عين الحلوي في نهاية العام 2005. هلا المسألة أنه أنا عندي أسئلة عديدة، لأنه أنا وصلني فقط الاستجواب، لا أشك أن يمكن اللجنة قد استجوبتهم، هذا غير موضوع، ولكن أنا أريد أن تطلعوا، بعض الأسئلة هي موجودة والملاحظات بالأحمر أو بالأزرق، وبعض ممكن أنا ناخد نسخة، أنا تعطيك إياها كلها لأنه إذا صورت النسخة سيأخذ النسخة هنا. نسخة لحضرتك هنا في مزل. مش عايز نسخة أنت؟ تسلموني إياها باليد هنا من دون المرور بالأمن، أنا موافق، بس زلمتوها للأمن هنا بتروح ترجع يلعبوا فيها. لا مش يعني ترسل ليها نسخة مع الأستاذ ليشما مثلا؟ ما عندي مشكلة. لا إذا أرسلت نسخة مع الأستاذ ليشما ما فيش مشكلة، لكن ترسلها لي عبر الهيدا سيأخذون نسخة. هذا حصل تخريب في هذه اللعبة. لا ما فيش مشكلة، تبقى عندكم، تبقى عندكم، أنا مش يعني تقريبا في راسي حافظ الأدمى شاغل فيها، لأنه يعني مثلا أعطيك مثل، يعني من هم الموقوفون الإكس أحمر هون؟ هن اللي جرى توقيفهم في الأمن، عرفت كيف؟ يعني في ناس الحرف سي، يعني هن اللي جرى تهريبهم إلى المخيم كامب سي سي، عرفت كيف؟ يعني بال سي خالد طه اللي يعني يعطيك مثل. هذا تنظيم القاعدة في بلاد الشام، رئيسه حسن نبع اللبناني الذي كان ملاحقا في لبنان باشتباكات، كان هنالك معسكر لمخيم القاعدة سنة 2005 سنة 2002 في جرود 2000 بجرود الضنية في شمال لبنان، وقتلوا من جهة 17 عنصرا بضابطا وهرب إلى سوريا، ونفذت أحكام يعني جرت أحكام ضده، هرب في سوريا. أخوه سنة 96 أو 94 قتلوا رئيس جماعة إسلامية، جماعة الأحباش في لبنان، المرشد الأعلى للجماعة الشيخ نزار الحلبي. هؤلاء الجماعة سلفيين، الجماعة الأصولية طبعا حسن نبع أصوليين وهابيين من جماعة الثقافة السعودية، بينما نزار الحلبي هن ضد السلفية. شقيق حسن نبع قتل، شو اسمه، هو اللي شارك في القتل، وهو محكوم حاليا مؤبد منذ التسعينات في السجن في جريمة اغتيال نزار الحلبي، وبعض الذين شاركوا معه في الجريمة أعدموا في لبنان شنقا، وقعت إعدام رفيق الحريري ورئيس الياس الهراوي. سترى في هذا التحقيق أنه هذا مثلا حسن نبع يقول أنه هيدا من نوع من مجرم، أنه اعترفت أنه رفيق الحريري وقع إعدامات، وكان في عز الصراع 2005 بين السعودية والتيارات الأصولية تبع القاعدة هون. هذا بدي أحكي حسن نبع عنده مساعد اسمه جميل، مساعد ثاني اسمه نبيل، قتل لاحقا في العراق في صيف 2005، وعنده طبيب للمجموعة اسمه طارق الناصر، وهو الشخص الذي يبايع، يعني بيروحوا زي swear oath on loyalty to him. هو ساكن في حلب وجميل في حمص. هلا ظاهر شغلهم هونيك هو تسويق جهاديين الى العراق، هذا جزء من الشغل الثاني. في النصف الثاني من العام 2004 قبل الجريمه، في السته اشهر التي تلت التي سبقت جريمه الاغتيال، تم تجنيد مالك نبعه اللي هو شقيق حسن نبعه موجود في لبنان. جند خالد طه الصديق الحميم وتلميذ احمد ابو عدس، تلميذ ابو احمد ابو عدس في الحلقات الدينيه، جند خالد طه. خالد طه زكى لاحقا، اجرى خالد طه دوره تدريبيه عن فيصل اكبر يلي هو المدرب الامني للمجموعه وهو سعودي. خالد طه في شهر تقريبا نصف الاول من عام 2004 زكاه مالك نبع. خالد طه زكى احمد ابو عدس، وزكى زياد رمضان، وزكى هي هاني الشنطي، زكى هذول الثلاثه. هاني الشنطي زكى عامر حلا، زكى سريم حليمة، زكى بلال زعب.